أنا مشاركة بفيلم مريم، فيلم داخل المسابقة الدولية لدول حوض البحر المتوسط. سعيدة قوي إنه يتواجد مع أفلام من يعني من جنسيات مختلفة، أوروبية وعربية، وإن شاء الله يا رب كده ياخد جايزة. اتفرجت على بعض الأفلام، شفت الألباني، شفت مصري، تعرفت على نجوم يعني كنت بحلم أقعد معهم زي الست إلهام شاهين والست صابرين، التقيت بالنجم المغربي محمد مفتاح، قابلت ممثلين من الجزائر. دلوقتي جاي الأستاذ أيمن زيدان من القاهرة مخصوص علشان يشوف الفيلم، وأنا بقالي أكتر من سنة ما شفتوش. يعني دي حلاوة المهرجانات، يعني تجمعك بناس بقالك مدة ما شفتهمش، ناس حابين يشوفوا أنت عملت إيه، ونجوم كبار يعني تحلم أنك تشوفهم من زمان. ابدا يعني لو سببت اي خوف ما كنتش يعني ما كنتش جيت، وانا جايه من بلد ظرفه الامني صعب يعني، فبتفهم جدا انه احيانا بنبقى مبالغين في خوفنا، لازم نكون حذرين. بس الحياه لازم تستمر برضو يعني.